بعد 10 سنوات من الثورة، لغة أقذيلي نقذيلك ماشية حويجة موجودة؟ باهي، نحكيو ساعة بصفة عامة، احنا وقت اللي نحكيو على عهد بورقيبة، سيتي عهد نأخذ منه ونرد عليه، عهد بن علي عهد نأخذ منه ثم نرد عليه. وكل شيء مظاهر الانفلاتات على الأصعدة الكل كانت موجودة صحيح، لكن احنا ديما ننسبه. ما بعد 14 جانفي وللأسف احنا نعيش في عصر الظلام لتونس، عصور الانحطاط على جميع المستويات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي بالخصوص. ما نتقرش وقولي عيني عينك، اقبل على قليلة، نعرفك تحب ولا ما تحبش، أما توا يطلبها وعيني صحيح. تونسي ما يحبش الرشوة ويعطيها؟ يعطيه، هو المتسبب فيه، عمل تحب الرسمي هو المتسبب فيه. ما تنحطش أنا، ما تغير شيء، تغير شيء، النظام هو بيده ما تبدلش، مشى بن علي يجوا ناس يشبهوا له. موجودة زاد تعمل في المجتمع في جميع الميادين، خاصة القطاعات الحساسة معناتها في الدولة اللي خلي موجودة ونشوفوا فيها وعايشينها يوميا في الشيء هذا مرفوض اخلاقيا ومنطقيا ودينيا، لكن الظاهرة هذه متفشية بصفة غريبة في جميع مفاصل الدولة. ولهذا مهما عملوا تشريعات ومهما عملوا قوانين ومهما عملوا أوامر، يلزم فما إرادة سياسية لتغلب على هذه الآفة اللي تنخر المجتمع التونسي والعالم الثالث بصفة عامة. زال المنطق هذا موجود للأسف الشديد. في تقديرك الرشوة ما زال معمول بها؟ أكيد معمول بها، أكيد معمول بها، ما تغير شيء. إذا كان معمول بها في السابق، شنو اللي تغيرهم؟ تغير هذا الشيء. مشت عصابة كانت تحكم، جت عصابة في بلاصتها. تعرضت عليك رشوة أو تفهم تلميح باش أنك أنت تدفع رشوة من أجل تقضي مصلحتك؟ لا، ما تعرضتش عليا وما فما حتى تلميح، لكن أنا بطبيعتي نبحث، عندي في بحوثاتي معناتها متعددة، أنه موجودة القضايا متعددة، ولكي ذلك أنك يعني بالحق تزيد تتأكد في المحاكم شنو هو واقع. حاجة الأولى كي ندخلوا حتى لشبكات التواصل الاجتماعي شنو نشوفوا، نلقوا برشا قضايا معناتها موجودة يعني في المواضيع هذية اللي أنا نحب نوصله اليوم، مش اليوم على الموضوع الرشوة، على الموضوع الفساد، أخطبوط كبير نخر كامل المؤسسات، يعني هذية اللي احنا نحب نوصلوه. بصراحة لا، بصراحة لا، يعني فما شوية ذكي متاع تونسي أنه يغزل وجوه ويميز. أنا الحق عمري ما تعرضت المحاولة متاع أنه نرتشي وإلا أني نرشي. ما نعطيش أنا كيموت حاجة من حقي باش ناخذها ناخذها، وهذيك بلادي. نحكيو في جل القطاعات في تونس. في جل القطاعات ثم الرشوة. أنا قسما بالله مشيت مرة وحبيت نجرب بها ولادي وقلت لهم راهو فلان طلب رشوة. ها؟ مشيت نشكي أنا ماشي والدي نقد، خلي انت امي اللي تتحدثي، قلت له هيك الناس الكل ترشي وتعطي باش نجرب ونشوف، صدقيني هذا المفروض المؤسسه ذي تحامي على الزوال يا الهي، ويا ربي تحاسبني. عمل لي هاتي 7 ملايين تندخل لك بنتك تقري. مسؤوله على كلامك مدام؟ مسؤوله قدام ربي مش قدامك انت، راه انا مسؤوله قدام ربي وحاسبني عليها ربي مش انت، راه انا بلادي ريت يا ذايا، انا نهارت اللي ريتها اول عسكري خرج هنا في البلاد بكيت وقت الزين، وليت نبكي ويهدي فيا الامني، قلت له لا بلادنا صاي مشت، عرفت شكون دخلها خاطر. انت كي يلمحوا لك او يطلبوا منك تدفع؟ انا عندي قطاع خاص نخدم فيه، معناتها مش نحتاج باش العمل، فهمت؟ واللي جاي معناتها نجيو الوقت انا باش ندخل ولدي اي مؤسسه، يلزم ندفع في الفلوس، سينو ولدي ما يدخلش يخدم ولا بنتي ولا كذا، هذاك واقع نعيشوا فيه، ويلزمنا تويكا نعملوا مجهودنا احنا كمجتمع مدني، كشباب، كمثقفين، كناس واعيين، كتقدميين في البلاد هذه، باش نقضيوا على الافه هذه، نحاولوا نحدوا منها، ما تنجمش تاخذ عليها. تحت فيها ولكن ثم موظف سامي دون لو طون في الثمانينات كسرته. بون عرض عليا واحد كل شيء، عملنا له كمين واحد كل شيء، انا الى يوم الدين مش نقضي قدي ويعطوني مليار ما ندفعش مليم. هكا تربيتي وهكا اصلي وهكا اخلاقي وهكا المبادئ نتاعي. موجوده الظاهره هذه راهي في التروتوارات في الشوارع في بيت النوم بينك انت والمراه في الادارات كلها موجوده الظاهره الرشوه. ماشي انا نخدم في اداره وجاء واحد عنده حق في وثيقه خذاها ويمشي في الكلوار ويجي قال بجاه ربي خلينا نرجع ونعطوه الكتب ربي. خلطت عليه وحاشاك عملت فيه اللي ما تعملش، ولهذا هذه راهي مرتبطه كان بالاراده السياسيه للسلطه القائمه في كل مكان في كل زمان. اي نعطي الرشوه خاطر باش نقضي اموري نتعطل، يعطلوك
صارت معك الحكايه هذه؟ لا انا ما صارتش معايا، فهمت؟ اما بشي عطلوك تلقى روحك مجبور معناها باش تدفع رشوه، حتى ولو انت ضد الارتشاء وضد الواحد تلقى روحك مجبور باش تقضي مصلحتك، سينو باش تتعطل امورك ما تمشيش. فما شكون يقول لك اللي عنده يعطي ويخدم واللي ما عندوش؟ لا اللي لا اللي عنده دوي ولده مبجل يدخل يجيب الكهرباء ويدخل يخدم، طبعا كنت نتحدث فيه انا والبني، يدخل يخدم يجيب الكهرباء يعدي في ستاج، يدخل برا تطل القطاعات البنكيه ولا حد شكون اللي داخل فيها، ولاد البيديجيات ولاد الوحدات الكل اللي داخلين، ولد المواطن العادي هاو يكايل في الكياسات من القلاق يخرج يولي يضرب الامن. ريتي ولادنا نحن الشامل من القلاق يولي يخرج يضرب الامن، يضرب المؤسسه نتاعو الامنيه اللي هي تحم عليه. تبارك يقول لك سايبونا هاكا سايبوه تشوفي الحال فوضى. شكون الناس اللي ترضخ انها ترتشي او ترشي؟ الناس اللي ما عندهاش مبادئ، اللي شخصيتها ضعيفه، اللي تبيع، اللي يبيع بلاده ودخل على ولاده رزق حرام، سي انسان. وعندنا عندنا ازمه اخلاق كبيره بطريقه مهوله، وهنا شفنا العرض يعني 10 سنوات من الانحطاط، في بين 10 سنوات باش نعملوا ثوره تنوير، ثوره فكريه، ثوره ثقافيه، ثوره اخلاق، ثوره بناء، ثوره بناء اقتصاد، لقينا رواحنا في حالة انفلات، والطاغي وصوت الطاغي هو صوت الفساد. العديد من الشباب تو يقول لك حتى باش ندبر خدمة يلزم ندفع. وهذاك موجود، هذاك الواقع تويكا. باسكو سا معناتها تدفع مش كنت معناتها المونتون مش اللي يجي، معناتها المونتون معناتها بالملايين، ولا العباد تطلب وكذا في جميع القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الداخلية، في الواحد في الأمن، في القضاء، في كذا، ما تدخل مؤسسة تخدم فيها كذا لما تدفع الفلوس. موضوع الرشوة خلق خلينا نقولوا نوع من الغل أو الحقد في قلوب الفقراء والمحتاجين اللي ما ينجموش رغم إمكانياتهم ورغم كفاءاتهم أنه يدبر خدمة إلا ما يدفع فلوس، صحيح ولا غلط؟ صحيح، هذاك الواحد خاصة على العائلات المهمشة وناس تحس بالغبن، معناتها وشوف ولادهم معناتها حياتهم كامله معناتها ساهموا وتعبوا عليهم ووصلوهم وكذا، وبعد ذاك اللي هو زوال ما ينجمش يدفع، ما عندوش الامكانيات وما عندوش الاكتاف اللي بهم الفائده، فما يبقى عاجز يتلز معناتها باش يعمل الواحد معناتها يتلز يولي يحس بالاحباط، يولي يناقم على الدوله هذه، يولي معناتها يشجع في ولده واللي ما عادش نجم يتحكم في العائله، معناتها يحس بالظلم وين معناتها نتيجه كما كنت تحكي سيادتك للغبن اللي يعيش فيه. مشكلة الرشوه هو ما بين الحاجات اللي خرج عليهم التونسي باش يتنحى على اساس يكذب التونسي، كذاب وجهربي ما تقنع، كذاب التونسي من اكبر الكذابين، مش يطلع مضمون يدفع الرشوه مضمون قبلك انت يدفع ويعدي قبلك انت ويكحر لك، هاي صفا ما تحبي والله له المسؤول يطلب. المواطن هو المتسبب في الفساد، في الرشوه، في غلاء المعيشه، تغلى الحاجه يدحرك انت ويشريها هو. ها نقول لك كان رشوه عقليه، الرشوه عقليه، عقليه التونسي من قبل قهوه وهو يكذب. بعد ما تطورت الدنيا ما عادش قهوه ولا باكو، ومن الباكو ولا 10 باكوات، ومن الباكوات يعطي حتى مرته وعائلته يعطيه. كي تقول له حرام عليك تبيع بلادك ب 100 دينار يقول لك احيني اليوم وقتني غدوه، انا وكيل غدوه راهي مؤسستك باش تتباع، غدوه راك انت ماكش باش تخلط، اليوم كيلو البصل ب 2000، غدوه فين باش يوصل لك الدينار قاعد يتيح، غدوه باش يولي لوغو ب 5000، وين ماشيين؟ يقول لك حيين اليوم وقتني غدوه، نفس المنطق نتاع الرشوه، نفس المنطق يقول لك انا اليوم مانيش خالط، قدره شرائيه نتاعي ما عادش تخلطني، ولا طريق سهل، الفساد هو طريق سهل كم يعرفوش، اللي الفلوس هذيك خاطرها حرام باش تمشي بسهوله، والفلوس هذيك قاعده تضيع في مقابلها بلاد، وقاعده تضيع اجيال، وغدويكا ال 100,000 هذيك اللي باش يقبضها بعد عام بعد اثنين باش يخلصها مئات الالوف من دمه ومن دم صغاره ومن الاجيال الجايه، خاطر اليوم بالمستوى الرديء اللي وصلني له في الاقتصاد ومن الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه السياسيه، اعاده هيكلته بناء تونس باش ياخذ منا على الاقل 70 80 عقد، يعني انا غدوه باش نموت وشوف بنتي تخلط ترجع تعيش 2010 اللي عشته انا. حسب ما يقولوا بعض الشباب التوانسه يقول لك انا متخرج وباش هاتي وما نلقاش خدمه، وغيري ما عندوش مستوى ويدفع حويجه ويلقى خدمه، شنو هو تعليقك؟
تعليقي مرفوض مرفوض مرفوض، كل حد يجي قسمه وكل شيء يلزم اصلاح على مستوى التشريعات. على مثلا النواب اللي تشد مهما كان سيفته موجوده هي، ومع الوقت مع الممارسه اليوميه هي راهي تولي ثقافه تو. يقول لك شدوا واحد في المرور ولا حاجه يقول لك ندفع 10,000 خير ما تجيني 300,000، ويحاول يقنعك يحكي لك يودي راهو مش معقول راهو مش معقول. الله غالب بنيتي شيء المجتمع خش الخلاء. اللي خرجت من القلق ما عندها ما تصنع، باش اعطوهم الفلوس، اعطوهم الفلوس باش يخرجوا يضربوا الحرس ويضربوا الحاكم. هاو كان يسيبهم ينجم يجي على جنب الحاكم ويخليهم خليهم يضربوا. اقسم بالله انت تو اللي تأدي في واجبك لا تأديه، راهم كسروا لك الكاميرا وانت راهو لوحوك في الواد. ماشي كاذب كاذب، ماشي ثوره كاذبه كاذبه. تو كل واحد يتكلم ما يستعرفش بها